يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال بعض الناس في وصف تقنية حديثة، قال عن طريقها يستطيع العلماء خلق مواد جديدة لم تكن موجودة من قبل، هل هذه العبارة صحيحة؟ يعني أنهم يعثرون على مخترعات جديدة ومعادن في الأرض لم يهتدي إليها الأولون، صحيح. وهذا عند قيام الساعة كل شيء الله جعل له وقتا يوجد فيه، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، والله حجبها عمن قبلنا ليخرجها عند قيام الساعة، هي من علامات الساعة ونهاية الدنيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأما أنهم يوجدون شيئا من عند أنفسهم يخلقونه، لا، إنما هي مخلوقات الله، ألهمهم الله كيف يستعملونها وأعثرهم عليها وأقدرهم عليها، وهم منهم خلقهم، هم خلق الله. نعم. والله خلقكم وما تعملون. نعم.